هذا السائل يا شيخ صالح يقول لي صديق نصحته كثيرا حيث يملك مقهى كوفي شوب ويقدم فيه الشيشة، فما حكم المال الذي يدخل في هذا المقهى مأجورين؟ هذا مختلط من الحلال والحرام، لأن الشيشة والدخان والقات والمعسل كما يسمونه، كل هذه لا تجوز، هذه محرمة لأنها من المفترات ومن المضرات أيضا بالصحة والبدن، فلا يجوز عملها في المكان، ولا يجوز أخذ الأجرة عليها لأنها حرام. فلا تأذن بعملها في محلك، امنعها واقتصر على ما أحل الله عز وجل. نعم.